سيداتي وسادتي، الله يسعد لي اوقاتكم وما بتكونوا. انا اليوم رح بحكي كلمتين ظراف من خاكن ابو رياح. هذول الكلمتين اكيد رح يكونوا مناح اللي رح يشرح لكم اياها اخوكم ابو رياح. نحن ببلاد الغربه شو لازم نكون؟ لازم نكون بالدرجه الاولى مؤدبين، خلوقين، مذوقين، فنانين، عاطفيين، لحتى نرسل هالرسالة هاي لأولادنا اللي بدهم يجوا، وللناس والأصدقاء اللي بيحبوا بعضهم البعض، جنب بعضهم البعض، عايشين مع بعضهم البعض، ويكونوا أخوة ومتحابين. نحن منقول لهالناس هذول اللي هنن عم يفكروا إنه يعيشوا ببلاد الغربة لازم يكونوا يحبوا بعضهم. المحبة بالدرجة الأولى. الغربة صعبة يا جماعة، أنا محروق قلبي وأنا قاعد هون على ما أرجع على بلدي، ما في أحلى من بلدي. الغربة صعبة، الشوق صعب، لذلك نحن لازم نكون متعاونين مع بعضنا. الأديب أهم شيء، لازم يكون الأديب اللي هو الغريب، الغريب لازم يكون أديب. لذلك نحن لازم نعمل شغلة واحدة، نعلم الناس التانين اللي هن جايين لعندهم شو نحن عاداتنا وتقاليدنا ومحبتنا لبعضنا وتعاوننا وتعازلنا بكل شيء. يعني أنا ما لازم يجي يقولوا لواحد هيك انك انت احسن او انا احسن، لا، كنا مثل بعضنا ونكون ايد واحدة. لازم بالغربه نعرف للناس التانيين اللي هن رايحين لعندهم وقاعدين عندهم ببلدهم نحن شو نحن وشو اصلنا وشو فصلنا. نحن بنكون دائما مع بعضنا البعض عم نتعايش تعايش سلمي ومحببين مع بعضنا البعض. منقول للناس اللي نحن اللي هن عايشين معهم نحن اسلام وعرب. نحن الاسلام اللي هو دين التسامح، ونحن اللي عايشين بشهر رمضان الكريم من خلاله منقول لبعضنا السماح لبعضنا البعض والتعاون لبعضنا البعض والكلمة الحلوة مع بعضنا البعض، لحتى نكون دائما في لقاء حلو وظريف صباح ومساء. بالليل منقول له مساء الخير، صباح 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 الخير. وهلأ رح نقول السؤال ونقولكم يا مساء الخير. سؤال اليوم، السؤال بيقول: دولة عربية يعتبر حاكمها صاحب أطول فترة حكم في الشرق الأوسط، من الذين هم على قيد الحياة حاليا؟ هنعيد السؤال، طبعا أنا ما فهمته، بدي أنتوا تفهموه هلا على المضبوط وأفهموا أنا وياكم سوا. دولة عربية يعتبر حاكمها صاحب أطول فترة حكم في الشرق الأوسط، من الذين هم على قيد الحياة حاليا، شو هي؟ يقبوش.